بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم بفيديو جديد. تعالوا مع بعض هنعمل الترابيزه الجامده قوي دي. هتستخدموها في ديكور في الصالون في الصاله في اي مكان. سهله جدا ومش كلفتنا فلوس نهائي يا جماعه خالص، وبسيطه وسريعه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي دلوقتي. اول حاجه استخدمتها يا جماعه ان انا جبت 2 ايد مقشه مش عايزينها. كانت عندي مقشه مكسوره فانا هستخدمها، وزودت ايد مقشه كمان. انا هستخدم ارتفاعها حوالي 40 سنتي، فانا هعلم 40 سنتي. ممكن تعملوها 3 ارجل، ممكن تعملوها زي ما انتوا عاوزين 4. انا هعملها 4 ارجل، فانا هحتاج اقطع 4 قطع من الخشب ده من الايد دي. طبعا انا استخدمت المنشور. بعد كده انا هستخدم سلك. انا السلك اللي انا بستخدمه في كل شغلي ده بيتجاب من عند حداد البويات. انا هقيس مقاس الطبق اللي انا هعمل فيه الترابيزة. هقطع كذا حاجة، مثلا 4 بقى 6 7 ايا كان، بس انا كل ما بكتره اكتر السلك يبقى الترابيزة متينة شوية. ممكن مفيش سلك ممكن تستغنوا عنها، بس انا حبيت انها تبقى متينة شوية. انا كمان قصيت سلك صغير في الطول علشان انا عايزة الفه على الخشب ده، يبقى عامل يبقى الخشب متين اكتر في السلك عشان السلك يمسك في الاسمنت. انا كده حرقت انا هشتغل ازاي، بس تمام هقول لكم دلوقتي هنكملها ازاي. ممكن بديل السلك اللي الحركة اللي انا بلفها دي، بدلها ان انتوا تجيبوا اي مسمار طويل شوية، المسامير اللي هي الطويلة دي، وتدقوها في الخشبة دي. بس انا بصراحة ما كانش عندي مسمار، فطبعا احنا انا بعمل بدايل، بس انا بقول لكم البديل برضو عشان لو ما عندكوش سلك المسمار كافي جدا. انا بس هخليها متينة اكتر بشوية شمع. بعد كده الطبق اللي انا هستخدمه فيه يكون نضيف كويس جدا، واستخدمت زيت اي زيت يعني، مش شرط زيت، مش حاجة معينة، علشان يبقى عازل بينه وبين الاسمنت، بينه وبين الترابيزة. ممكن طبعا استخدمه اي لوشن، اي فازلين، اي كريم مرطب، ليه مفيش اي مشكلة. الاسمنت هو بالظبط كده زي ما انتم شايفين، انا هستخدم الاسمنت عشان اعمل الترابيزه. طبعا لقيت الاسمنت فيه شويه كلاكيع كده، فانا غربلته. تمام. حجم بقى الاسمنت زي ما انتم عاوزين، اعملوا شويه، دوبوا شويه يعني، لو حسيت ان انتم محتاجين تاني ممكن تدوبوا تاني، مفيش اي مشكله. انا بحط وكل شويه بزود ميه، كل ما كان سايل كل ما كان افضل، بس مش سايل قوي. عايز اقول لكم ان انا في الاول اول طبقه عملتها خالص كان ناشف شويه، لما ماسك نفسه كده زي ما انتم شايفين، بصوا ده كده، بس لا هو كان محتاج يبقى كريمي اكتر، يعني محتاج شويه ميه اكتر، بس انا ما عملتش كده. كده يعمل فراغات هوا، يعني دي معلومه علشان اللي بيعمل يبقى افضل. انا بقول لكم على الافضل، دي تجربه واحنا بنعدل عشان نشوف الاصح ايه بالظبط. المفروض يكون كريمي اكتر من كده. انا حطيت اول طبقه علشان بعد كده هستخدم، هحط عرفنا السلك هنعمل بيه ايه، انا هحطه كده عامل زي الناس اللي هي اللي بتبني بيحطوا اسمنت ويعملوا السلك. هو انا بعمل كده بالظبط ببني عماره. انا حطاه كده عشان يبقى ماسك شويه فيه. وبعد كده هنبتدي نحط الطبقه الثانيه، برضو ماسك نفسه زي ما انا قلت لكم، لا هو المفروض يبقى كريمي اكتر. هتلاقوني في الاخر حطيت حبه بميه كتير شويه، عشان كل ما كان سايل اكتر كل ما كان يبقى ثابت كده، وتحس ان هو مش مكلكع زي كده. دلوقتي انا عملت كده قلت ان هو هينشف اسرع، بس لا يعني الافضل ان هو يكون كريمي شويه، لا هو صايص برضو ولا هو يعني جيلي كده. بصوا يبقى المفروض يبقى كده بالظبط. هنرجها كتير عشان اي هواء اي فراغات تطلع منها. تمام. بعد كده هنبتدي نثبت الخشب او العصيان دي فيهم. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تستخدموها 3. الطبق لو كان مدور هيبقى اشيك جدا، بس انا عملتها بقى مربعه عشان انا محتاجاها مربعه. تمام. انا كده حطيتهم. انا جبت السلك ده علشان بس اثبت فيه العصيان، مش عايزه العصايه تبقى مفتوحه قوي كده هتثبت وهي مفتوحه كده، لا انا عايزاها تبقى ايه الترابيزه واقفه كده مظبوطه. واي لزق بقى، انا استخدمت سوليتيب ولزقته بينها وبين الطبق علشان بس ايه نثبتها لحد ما تنشف. انا سبتها يوم كامل حوالي 24 ساعه، تاني يوم يعني.
علشان تنشف الفازلين او اي حاجة. بصوا خليطة انها تطلع بسهولة جدا من الطبق. ممكن يا جماعة تسيبوها كده، ممكن تحطوا اي لون فيها هتبقى فظيعة. انا استخدمت صنفرة علشان اي حاجة زيادة، اي اسمنت زيادة او كده بيطلع، وطبعا الاحراف من تحت برضو علشان مش تعور حد، فالصنفرة هتنعمها. جبت منديل طبعا، نطرت كل التراب اللي هو اللي عليها ده، وبعد كده قماشة او اي حاجة مبلولة علشان اضمن ان مفيش اي مادة في ترابية عليها، ونشفتها بسفنجة عشان تكون ناشفة او اي فوطة او اي حاجة. بعد كده بقى هنرسم عليها. انا هعمل المنظر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. فانا استخدمت السوليتيب ده عشان اقسم بيه، عايزه مثلث يبقى ابيض، والمثلثين التانيين هيبقوا لونين مختلفين. طبعا الابيض لو انتوا عايزين تلونوا عليه اي لون تاني هتضيفوا اللون، مثلا لو فوشيا هتضيفوا عليه نقطه صغيره، الابيض هيبقى بينك وهكذا. برضو هحط سوليتيب او لزق، يفضل اللزق بتاع الدهان يا جماعه، اللزق الدهان اللي هو الاصفر ده. السوليتيب برضو صعب ان هو بيطلع بصعوبه شويه، ممكن ياخد معاه دهان لو انتوا حاطينها فوق الدهان. تمام المعلومه دي، بس انا كان خلصانه عندي بصراحه. دهنت برضو كده عشوائي زي ما انتوا شايفين الرجول، عشان عايزه كده تبقى ايه الالوان تبقى مختلفه، ثلاث الوان عايزين طبعا لون واحد. تمام، عايزين تسيبوها شكلها كده فظيعه. انا بحط السوليتيب او اللزق عليها على الخشب علشان ما تبقاش صيصه زي ما انتوا شايفين كده. السوليتيب بصوا بعد ما اجي اشيله بيظبط الرسمه جدا. تمام، بصوا شكلها دي بعد ما نشفت تاني يوم، ممكن احط فوق السوليتيب عادي، لكن لو هي طبعا مش ناشفه ما ينفعش احط اللزق عليها كده ابدا. تمام، عشان هيطلع تاني اللزق. انا استخدمت نقطه من الاسود مع شويه ابيض لكي ابيض علشان يديني لون الجراي الرمادي ده. بصوا اللون والله حلو جدا، حتى لون الاسمنت نفسه جميل. حطيت سوليتيب على الابيض علشان برضو لما اجي ادهن يبقى ايه الدهان مظبوط، الرمادي يبقى مظبوط جدا عليه. طبعا المفروض ان انا كمان اسيب الرمادي ده ينشف وبعد كده اعمل الجزء الاخير، بس هتشوفوا انا هعمل ايه دلوقتي. هبتدي طبعا اللزق اللي انا حطاه، انا بس بحط لزق عشان ما يسيلوش على بعض وعشان يدي رسمه او يدي منظر. تمام، بعد ما انا دهنت الحته دي هحط مثلا لزق عشان اعمل المساحه اللي انا هدهن فيها. هبتدي برضو الرمادي ادهن منه عشوائي كده على الخشب ده. طبعا تقدروا تسيبوها كده، او ممكن حتى المثلث تقسموه بالنص تعملوا لون واحد. الالوان دي ليكوا انتوا، بس هو سهل جدا ومخدتش مننا اي وقت ولا اي حاجه. شويه اسمنت، الاسمنت يعني سعره لا يذكر. لو رحتوا لاي حد مثلا وقلت له حط لي شويه مش عارفه بكذا. تمام، بصوا التلات الوان مع بعض حلوين جدا، بصوا شكلهم تحفه اصلا مع بعض. بس انا بقى الصراحه انا عايزاها فيها اسود، فانا هحط برضو على الابيض لان الابيض ناشف، الرمادي عندي ما نشفش، الابيض هو اللي ناشف، فانا حطيت على الابيض. لكن الرمادي بقى هحاول كده بالفرشه ان انا اثبت ايدي ان انا ارسم من غير لزق. انا بصراحه كنت مستعجله ان انا اسيبه ينشف تاني الرمادي واحط عليه لزق وبتاع، فانا استسهلت. لكن لو حاسين ايديكم ممكن تبقى مش مظبوطه شويه حطوا لزق عليها بعد ما تنشف اللون الرمادي. وطبعا قبل حتى ما يدهن الاسود بصراحه كان شكله حلو قوي، والثلاث درجات لايقين جدا مع بعض. ممكن بعد ما تدهنوها كده التلات الوان مع بعض في الاخر، بعد ما ده اللون ده طبعا ينشف تدهنوها لون ورنيش في الاخر، هتدي برضو طبقه حمايه وهتبقى حلوه جدا بصراحه يعني، وهتدي لمعه كده. وطبعا اللون الاسود برضو هستخدمه في دهان باقي الارجل اللي انا بقى ما كنتش كملتها، الحته الفاضيه اللي انا ما كملتهاش. انا قسمت كل رجل ثلاثه برضو عشوائي كده بالنظر، وبقى ادهن واحده مره اسود مره مش عارف وهكذا زي ما انتم شايفين. اتمنى يكون الفيديو ما يكونش طويل ويكون عجبكم، وشوفوا فيديوهات كتيره جدا ان شاء الله، هقول لكم افكار كتيره جدا وسهله تعملوها في البيت وديكورات البيت. ولو عايزين مني اي استفسار او اي سؤال
يا ريت تسيبولي في الكومنتس، ويتمنى يكون الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لأول مرة تشوفوني. أتمنى أكون زي كل مرة كده ضيفة خفيفة عليكم. وتابعوني، وقريب جدا هنزل لكم فيديو كامل هتشوفوا تغيير فظيع في البلكونه قبل وبعد، والتربيزه دي هتكون من الحاجات اللي هتتحط في البلكونه باذن الله في ديكور تحفه، يعني اغير شكل البلكونه. فعشان كده الصراحه انا عملت التربيزه دي. طبعا المنظر ده انا حرقت لكم جزء من البلكونه، بس المفاجاه الكبيره جايه ان شاء الله. شكلها حلو والله حتى من غير القطعة الديكورية عليها. يعني قولوا لنا يا جماعة هتعملوها وتحطوها فين في الكومنت، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.